عليك صلاة الله ثم سلامه تقرب إبراهيم زده تحققا ملأ قلب حب الهاشمي فلم أنم بباريس حول الراقدون ولم ألم لأن جمالا في الوجود بأسره إذا ظهر المحبوب في الحين ينكتم فالأنوار والألوان والرقص والغناء تذكر أرباب البصائر بالقسم ما لنا قلب حب الهاشمي فلم أنم بباريس حول الراقدون ولم ألم لأن جمالا في الوجود بأسره إذا ظهر المحبوب في الحين ينكتم فالأنوار والألوان والرقص والغناء تذكر أرباب البصائر بالقسم قصور الملوك السيد والجسر واللواء يذكر من فيه النبوة قد ختم فلم تنسل الأيام مغنى بطيبة بها كل أملاك المهيمن كالخدم ولم تنسل الأيام وقتي مسلما على أحمد والدمع مني ينسجم ولم تنسل الأيام محراب أحمد ومنبره الفخم المنير فقد ضخم ولم تنسل الأيام وقتي جالسا مع اللغوات الغر والفكر قد وجم وأدخل جنات النعيم ولم أمت بيمن حبيبي ذاكم غاية النعم أقول وإني ذو حياء وذلة فلا بد من الشكوى وقلبي أخو ألم ألا يا رسول الله عبد مغفل تحمل أوزارا وغيرك لم يرم فلم يأتي عبد بالجرائم زائرا مقامك مثلي في القرون وفي الأمم وقد شاب فودي وأقوذ العيب زائدون فما أسوأ العصيان والشيب في اللمم وما أسوأ العاصي مصونا منعما يغارف نوعا من ذنوب ولو لمم فلو تحمل الأيام ما العبد حاملون لأظلمت الأرجاء بالذنب والظلم فيا ربي يا ربي فاغفر لي وتهدي فؤاد من يحب الذي أحببته مصطفى الأمم فيا ربي فاغفر لي وتهدي فؤاد من يحب الذي أحببته مصطفى الأمم فيا ربي يا ربي فاغفر لي وتهدي فؤاد من يحب الذي أحببته مصطفى الأمم وتهدي به أجناس خلقك وارفعا به راية الإسلام ولتكسر السنم وزده من العلم الشريف وقف به لدى المصطفى يلقي إلى المصطفى السلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجعك سوف أرجعك